إصلاح التربية والتعليم، ونحكيه على استشارة، ونحكيه زي كذلك على الدور مهم جدا للأولياء. بالهاتف رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ رضا الزهروني. سي رضا مرحبا وبك. أكثر سي رضا تحياتي ليك ولكل مستمعاتك ومستمعيك، وشكرا على الاستضافة. يلا سي رضا، الآن مقاربة الأولياء كيفاش ينظروا إلى المقاربة الشاملة هذه؟ استشارة وطنية مفتوحة للجميع، 108 إلى حد الآن ألف عطاو آرائهم. رأيك في الديمارش، رأيك في التمشي الكل سي رضا، تفضل. هو شوف، أنا من ناحية التمشي نعتبر أنه ربما إذا فتحنا المجال للرأي العام للأطراف اللي هي معنية بطريقة ولا بطريقة أخرى بالشأن التربوي باش يبدئوا رأيهم، هذا محبذ وهذا نفرح به. لكن الاستشارة يلزمنا ناخذوها من وجهة نظر أنها شدعم التفكير متاعنا حول مشروع التربية والتعليم، المدرسة اللي نحبوها غدوة ماهيش هي شتجيب الإجابات المطلوبة، على خاطر اليوم كما قال اللي معاك فما خمسة محاور، في كل محور فما خمسة أسئلة ولا أربع أسئلة، تجاوب على واحد ولا اثنين في نهاية الأمر تلقى كأنك منظومة صبر أراء. اليوم ما نجموش نحدوا ربما توجه مستقبل البلاد كاملة فيما يتعلق بالتربية والتعليم بأسئلة واضحة، واللي هي في حد ذاتها تتطلب اختصاصات، معناتها مستويات نتاع اختصاص محدد. يوم ما نجمو نحكيو على مثلا التعليم أثناء الطفولة، شنو المضمون التعليم، شنو هي المحاضن، شنو العرض التربوي للولد والبنية اللي يدخل من سنة 3 إلى 5 سنوات، كيف نحكيو على اللغات، نحكيو على ربما الدعم للمحتاجين من الأشياء الخصوصية، معناتها فما نسبة اختصاص اللي هي مش في متناول الجميع. لكن لا يمنع هذا، كنت قاعدة تقول لي سيري ذا هي باش تعطينا مؤشرات، ومن بعد المؤشرات هذه أتنخذوها كلي بروفيسيونيل يخذوهم فانت كونت المهنيين ويهتموا بها الخبراء ويخرجوا البرامج. سيري ذا، اليوم الخمسة محاور المطروحة، هل على حد تقدير كذا زهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ تغطي كل الطيف وتغطي كل التفكير الممكن حول التربية؟ لا، هو الخمسة محاور ربما يغطيوا نسبة كبيرة، لكن حتى الأسئلة المطروحة في المحاور هي ما تغطيش مجمل المحور. وقت نحكيو على اللغات، أنا تسألني تقولي تحب تقري بالعربي بالفرنسوية بالإنجليزية، اليوم التفكير مش بالطريقة هذه. اليوم ناخذ موقع اللغات وشنية لابور، شنو الاستراتيجية متاع اللغات، استشراف اللغات في منظومة حياة ومنظومة مجتمع كامل. اليوم اللغات ما نجمش ناخذهم ربما من جانب عاطفي، أنا نكره الفرنسية ولا نحب الإنجليزية ولا أنا نحب العربية بما أني ندعم الهوية العربية الإسلامية. اليوم اللغات في مشروع تربوي ينطلق متكامل المرحلة انشور غدوة، كان عشنا عندك مهندسين، عندك طب تكونهم بالفرنسية، اليوم شكون المستفيد من ربما تمكين المتعلم من مستويات مرتفعة في الإنجليزية ولا الألمانية ولا الإيطالية؟ معناتها أمور ما هيش هينة بالطريقة أني نسأل سؤال وفي نهاية الأمر عندي 100,000 ربما مستشار دخلوا ونعمل حساب نلقى روحي 50% يحبوا بالعربية. تيتين دي مارش دو فاسيليتاسيون اليوم هذه، فهمت؟ يلزم كل حاجة نعطيها ما تستحق من الدراسات ومن التدعيم، نقول أنا قدرات المتعلم، خاطر في نهاية الأمر اللي نعملوه الكل هو موجه للمتعلم. جستمو سيري ذا، اليوم أعطيني أنت اللي موجود داخل المنظومة وأنت اللي قريب من الأولياء وأنت اللي قريب من التلامذة وقريب من الإدارات ومن الإدارة ومن إدارة الشأن التربوي، كيف يتم قبول هذه الاستشارة؟ معناها اليوم عندها صدى، فاهمين العباد أنه على حد تقدير كده فيدما نسأل على رأيك، فاهمين العباد اللي احنا إذا تغيير كبير وإذا يمكن زادة مجلس أعلى للتربية سيتم دسترته، مدستره ولكن سيتم بعثه، وهذا المجلس معني بإصلاح جذري للمنظومة، هذا تحس فيه فما هتنقول انخراط في هذا التمشي بما فيه الكفاية؟ لا، على خاطر كي ناخذوا احنا قراءه الارقام اللي اعطيتوها قبيليك 108,000 مشارك، احنا نحكيوا على فئه ربما نتاع اولياء في حدود زوز ملايين، اكثر من زوز ملايين ولي، نحكيوا على نسبه
بينسوا وقت نحكيوا على نسبة اللي تابعوا تعليم عالي في حدود مليون من أبناء تونس وبناتها، نلقاو أنه الرقم هذا أنا بالنسبة لي أنا الرقم هذا يعتبر ضئيل جدا على خاطر اليوم وهذا هو. ما اسمح لي سيدي ذا باش نقول زادة أنه حتى شيء ما يمنع الأولياء أنه يدخلوا على المنصة. أكيد ولا دونك تفضل المنصة هاي موجودة اللي يحب يدلو بدلوه في الشأن التربوي تفضل. أكيد وعنده زادة كيف مساحات للتعبير الحر، ينجم يرفض ينجم يعبر على رأيه بطريقة، عنده أسئلة معناتها متعددة الإجابات لكن عنده مساحات حرة يعبر بها. أنتو كاحنا مازلنا بعاد على الخزمة مع الحقيقة بعاد على الخزمة على خاطر اليوم إذا بعاد على الخزمة اليوم إذا الناس الكل وتراهك الهبة والناس الكل تحب تحكي في التربية والتعليم وجات الفرصة باش تعبر سواء مع ضد عندك إمكانية باش تقول رأيك مي با دو ريزون باش ما تقولش رأيك. فما جانب آخر بيان سور اللي هو مهم استغلال المعلومات الواردة بالاستشارة وهذا يلزم الخبراء المختصين ما يكتفيوش ربما بأرقام تقول لك 70% مع ولا 50% ضد، يلزم قراءة حقيقية للمواقف على خاطر فما أبعاد عاطفية فما أبعاد اجتماعية فما أبعاد ثقافية فما مستويات متاع تفكير ربما نمشوف الحلول السهلة اللي نراوا احنا تفيد ولدي ولا بنتي لكن احنا نحكيه على مدرسة تونس من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، مدرسة تونس اللي شتهزنا على امتداد سنوات وسنوات إلى الأمام اللي شتبني بينصير مستقبل الفرد وتعطيه حريته وكرامته وكمان تبني مستقبل البلاد معناتها مش أوكي. دونك أنت تحكينا على مشروع موسع ومشروع طويل ولأجيال قادمة. سيري ذا إذا كان أنا نستغل وجودك معايا باش نسألك على ما تعتبره أنت رضا الزهروني مشاكل منظومة التعليم الحالية، المشاكل الأساسية، كان باش تختار خمسة أعطيني هالخمسة حسب رأيك ولا حتى ثلاثة شنوما الأساسية على حد تقديرك؟ شوف أنا بالنسبة لي أنا أول ما بدأت حتى قبلك نتبع فيك مع سيزياد وعطى مؤشرات راهو يلزمنا قراءة مسؤولة للمؤشرات اليوم وقت نعطيه أرقام ونقوله 100,000 مقطعة سنويا على الدراسة لا نكتفي بهذا الرقم أولا بدأت يلزمنا نقيموه شنية الخسارة نشوف شنو اللي وراه على فهمت وهي الأسباب ما هي الأسباب نرجع تاني وبالأكيد هو التركيز على المرحلة الابتدائية قبيليك زياد ركز على المرحلة الابتدائية والتركيز على المرحلة الابتدائية مهم الأنظمة العالمية الكل راهي القاسم المشترك متاعها هو تقوية قدرات المتعلم على القراءة والكتابة والحساب والاحترام. فما جانب أخر هي نوعية المدرس اليوم راهو كناريك سمعت المداخلة لدكتور من المغرب راهو المدرس هو العمود الفقري متاع نجاح المنظومة التربوية نعطيوه ما يجب له من اعتبار وبالتوازي يعطينا نتيجة. تشريك الأولياء وهذا معناته شرط أساسي في الأنظمة المتقدمة اليوم ما فماش علاش الولي يبقى لبرا فهمت فما كيف فما حلين هالمشكلة متاع اللغات سيلياس راهو قبيليك نحكيه هالتعليم في المواد العلمية قبيليك حكاية زيادة على نسبة المترشحين إلى شعب الرياضيات والشعب العلمية راهو ذايا بسبب تدهور تمكن المتعلم والمترشح للبكالوريا من اللغة الفرنسية اللي هي تقرأ بها المات والفيزيك والسيونس. ثم إجابات روحينية زاد تنظيم التنقل تنظيم خريطة الجغرافة متاع المؤسسة التربوية ثم حلول تنظيمية ثم قرارات نجم نعملوهم توا دون لي ميديا ويكون عندهم الفائدة المؤكدة واللي هي تهيئ بدورها إلى إصلاح جذري إلى إصلاح مسؤول إلى إصلاح طويل المدى على خاطر ما يلزمنا نخرج من الحلول الترقيعية كيف نحكيو سيلياس نحكيو على ظروف الحياة. دخلت البارحة الأولى معناتها لجوجل لقيت منذ 2021 1400 مؤسسة تربوية ينهزوا لها في الماء بالسيترنات راهو سي امبورطون دافوار دي كونديسيون دو في ريسبكتابل و اونورابل في وسط مؤسسة تربوية فهمت أشياء بسيطة نجمو بشوية بشوية نعملو وأكيد أنه تشريك الأطراف الكل والمختصين الكل والمجلس الأعلى للتربية والتعليم هو العمود الفقري هي المؤسسة اللي يمكنها ويجب عليها ضمان إصلاح المنظومة التربوية ووضع السياسات بالتدرج بها إلى المستويات المطلوبة على خاطر ما نش نعمله في مدرسة تونس برك نعمله في مدرسة تونس لأولاد تونس لكن المدرسة هي مندرجة تندرج في منظومة تربوية تعليمية عالمية. دونك ما يلزمناش نراو رواحنا احنا نسكر على رواحنا ونعتبر رواحنا احنا شنجيبوا العلم لا رانا احنا منخرطين
في معناتها بعد حضاري، بعد تعليمي، بعد ثقافي، بعد تربوي عالمي، ويلزمنا نكون احنا ننسجموا مع المتطلبات والتحولات العالمية في كل المجالات. دوكا سي رضا بارك الله فيك، رضا زهروني رئيس جمعيه الاولياء والتلاميذ، مرحبا بك وشكرا لك اللي تشارك معنا واحنا نحكيو على الاستشاره الوطنيه حول التعليم واصلاح التعليم والمنظومه التربويه. الواضح انه الاولياء عندهم ما يضيفوا، واضح انه كل الاطراف عندها ما تضيف. احنا نوعدكم انه نرجعوا للموضوع في كل الحالات، اللي يهمنا هي زاد مخرجات هذا الكل، هذا اللي باش يهمنا من بعد في علاقه بالقرارات ومجلس اعلى للتربيه.